البورتاج هذي. الخدمات الصحية في تونس اليوم هي بين تشكيات المواطن والمطالبة بتطوير وتحسين الخدمات الصحية، حيث كثرت في الآونة الأخيرة تشكيات المواطن حول الخدمات الصحية من رداءة وقلة عناية وغياب التأثير المناسب للمريض وتعرضه للعديد من المشاكل. لا الخدمة الصحية أنت كان حاجة الطب بهي طب مطري الطب تلقي فيهم القدر حتى اللي يحترموا عامل الاخرين من السوجي جارد للفرمليه للدي ما ثم حد شيء يصلح فيه حاله والله صفر عليك هكا حتى هم الطب والفرمليات لا اخلاق ولا حتى شيء الناس كلها مسلمسه متغشين تقول عليهم عاملين عليكم زي يعني والله العظيم حاله حسيل لا تواليت باهيه لا وين تقعد لا حد شيء السبيطار معبي العباد على بعضها واللي واقف واللي دايخ وعدى الوليد ولا عديت هوني خرجت كها يجي بري يشوف الصف على ورقة على ورقة يسمعك ما تكرهي ورقة باش يقديها لك يسمعك ما تكرهي بري يمشي الطابع ينسهولك الاسم رقم الدوسي ينسهولك يمشي غادي يمشي جي مرمدونة مرمدون الدواء ما ثماش شنية الحالة جي هاو شكون ماشي فيها ماشي فيها كان الزويل عندي ولدي رقد هنا في السبيطار وكي المرأة عملت تحاليل معنا شنية ما قالوا لها هكا مثلا ماشي ريزو ولا ندرى شنية ولا الكرني مش خالص جنبه عند تريميسة مشيت خلصتها الكرني متاعي فالابل هم قدامكم جيت مش نخلص كم بيلا جيت مرتي توا جيتها قلت لي لا فات العام ما عادش تخلص لازم تخلص من فلوس وعلاش قلت لها راني جيت مرتين قالت لي انا كنت في كونجي السبيطارات يا بنتي حاره لا يرثى لها ما عندكش فكره كيفاش يا بنتي قسما بالله العظيم تجي 6 نتاع الصباح باش تقيد 11 عليه خاطر فما شكون هذاك فيلم يدخل يقيد ولد عمه ولا يقيد صاحبه ولا يقيد يا ولدي شيء عيب ينساش الاطفال كي تبدا معبي راها تدخل بعضها شويه خاصه اللي في القشيات يتمهمشوا ما زيد ما ثميش السيرفيس الكامل ساعات تلقى نتاع ارجونس لوطه تلقاه كله استجارات ما تلقاش فيه طبيب طفل يدخل ب 40 سخانه يستني ولين يجي الطبيب الكبير خاطر السيرفيس اللوطاني كله معبي بالاستجارات انا نكلم فيك 34 سنه خدمه وما غبت حتى نهار هذه اونتر فرونتير فهمني معناها تعب متوسط تعب جبد علي الماء وكل شيء ما عادش معناتها حتى العباد نعاونوا فيهم راه بفلوسنا بدبنا اعطينا تعبنا اللي يجي يقيدوا يلزموا يعملوا له الماكينه بالجيتون بالوعد هذيك اللي مازالت ناقصه هذيك اللي قاعد مش منظفين على السبيطار هذاك الحاجه الوحيده احسن المواطن يضطر يمشي ديما البريفي علاش مواعيد ما فماش نظام انا كل لباس امور مريقله الا حاجه واحده التواليت صالحه زيز التواليت نساوي رجال مع بعض هذاك هو انا كنت في مستشفى الاطفال وكانت بنتي قبل رقدت فيه معناها مده طويله وما شفتش قلق انا بالنسبه انا وبنتي معناها هو ممنوع واحد يرقد معها لكن انا وقتها بنتي في حالتها تعبه يلزمني نبقى معها يعني تقول انت بالنسبه للمستشفى الاطفال الامور بالنسبه لي انا ما لقيتش فيه صعوبات ما لكش عليا حد بالنسبه هكا اللي حسب ما شفت فما لي باهي فما لي خاي فما لي خاي فما لي معناتها ساعات يرفقوا بيك معناتها حتى كي الموعد نتاعك يوفى معناتها ياكل يراعوا الصحه نتاعك اي وفما لي لي فما لي ما رحموكش رونديفوات في اليوم في يرجع في غدوه في يعني عام واش تو مش يعمل عدس شنو السبب توا حسب رايك رجعونا فهمتي لي غوند فهمتي ستيريليزي ما فهمش ما عاد هيجي رايس الهادي الرئيس العيون المره اللي فاتت وشنو فهمتي ما فهمش اللاصقات ما فهمش كل مره حاجه والله العظيم تعرف يعني رونديفوات ما هيش حاجه خلاص والله. رجعنا معكم للبلاتون واصلوا في المباشر هنا كنا نسمع في بعض المواطنين شنو المشاكل اللي يلقاوهم وقت اللي يمشيوا للسبيطارات للمستوصفات للقطاع الصحة العمومي بصفة عامة برشا مشاكل حقيقة مطروحة وإحنا اليوم هنا مانيش باش نحكيوا على المشاكل هذه لكن باش نحكيوا على حل من الحلول المطروحة اليوم وهو يمكن رهان في المرحلة هذه خاطر ممكن ياسر يحسن الخدمات إذا كان بالحق نراهنوا عليه حكينا عليه في برشا مرات اليوم فرصة مع الدورة الرابعة لفورم الصحة الرقمية أن نشوفوا وين وصلت الأمور بحثنا
في البلاتو دكتور عزيز الماتري رئيس الجمعية التونسية للتطبيب عن بعد والصحة الإلكترونية الصحة الرقمية مختصر الحديث. مرحبا بك دكتور، نهارك طيب. شكرا ليك. نحكيه على الفورم في دورته الرابعة، رغم أنه صحة رقمية ما شاء الله معناها عندها تاريخ في تونس والجمعية قديمة برشا. قديش من عام تولى الجمعية دكتور؟ قريب 20 سنة تقريبا. ما شاء الله قريب 20 سنة. ما بين العشرين سنة والأربعة سنين متاع الفورم، شنو اللي تبدل؟ شنو اللي تطورنا فيه؟ شنو اللي حسننا فيه؟ وإلا مزلنا بخطى بطيئة برشا؟ لا، احنا كيف بدينا في عام 1992 الجمعية، وإن ثم أول القوانين اللي تأكد على الصحة الرقمية في 1996، يعني كنا من الأوائل في العالم. طبعا اللي تبدل أنا اللي كانوا ورانا فاتونا حاليا، بالخص من الدول العربية والإفريقية لأخره، وصلى صير تدير تحدثوا في الموضوع. علاش فاتونا دكتور؟ ما كانتش فما مثلا إرادة أنه نراهنوا على الصحة الرقمية؟ اليوم مثلا نلقاو الفورم هذية باش يحضروا معاكم فيه زوز وزراء، هل هوني النجم نستبشر خير أنه هاو الإرادة السياسية ونأمنوا بفكرة الصحة الرقمية اللي هي اليوم راهي رهان معناها عادي؟ هذية هو المرحلة تتطلب أن نكونوا على باج. صحيح، أنا الإرادة كانت موجودة قد في 1996 98 إلى آخره، لأن وزارة الصحة هي اللي خرجت النص القانوني اللي تقول إدراج الطب عن بعد في منظومة الصحة العمومية. تم نص قانوني. هي ما هذا عام 96. احنا اليوم 2019، هل بالحق عندنا الطب عن بعد؟ مازال صارت تجارب أكثر من برنامج. اللي صار في السنوات الأخيرة من 98 2000 إلى آخره كانت تجارب بين شخصيات طبية، أساتذة ورؤساء أقسام، بالتعامل بين بعضهم ولا بالتعامل مع الأطباء في الخارج بما فيهم فرنسا وإيطاليا. فاللي ينقص أنه يكون برنامج عام، أنه يكون هيكل مربوط ببعضه. فالتجربة هذه اللي صارت كانت فردية، أنه كانت تطفى بذهاب الشخص اللي أحدثها إلى آخره. فكل صفة في حتى العام 2005 وصل ثم 25 مركز طب عن بعد، يعني اتصال من بعض. يعني الناس تتصل من بعض، ولكن بالاثنين بالاثنين، بالواحد بالواحد الى اخره، ما كانش شبكه. فمن بعد 2005 صار تقييم الوضعيه انه يلزم احداث شبكه وبرنامج كامل، ولكن مع الثوره اللي جات وبعض المشاكل الاخرى الاساسيه في الصحه بصفه عامه وزاره الصحه، صار تناسي الموضوع هذا. شوف دكتور عزيز، احنا اليوم معناه نحكيو مع لو غران بوبليك، نحكيو مع التوانسه للكل، ماناش في برنامج متخصص. يمكن انا وياك دخلنا في صلب الموضوع ونقولوا الطب عن بعد ونقولوا الصحه الرقميه، هي تنفسروا لهم التوانسه اليوم التونسي البسيط العادي ايش معناها الصحه الرقميه وايش معناها الطب عن بعد؟ الصحه عن بعد او التطبيب عن بعد هو نجعلوا ان عوضا ان يتنقل المريض باش يمشي من بقعه نائيه الى مستشفى كبير، ولا بالعكس ان الطبيب يمشي من مدينه الى قريه، نجعل ان المعلومه هي اللي تتنقل. هذه الاتصالات اللي صارت سهله حاليا. فنجم يكون المريض في مكان والطبيب في مكان ثاني. نعطيك مثال بسيط اللي موجود حاليا في تونس من 20 سنه. انا في قفصه ثم مركز أشعة، ثم قسم أشعة في المستشفى، ولكن مثلا مش ديما أستاذ طبيب مختص في الأشعة وفي السكانير بالأخص. في النجم حتى فني سامي ولا طبيب عام يقوم بالعملية التقنية، وأن المعلومة تمشي إلى مستشفى في تونس وشخص يقرأ تصور هذا. وقت اللي نقولوا هكايا معناها الدكتور راهو هذايا باش تحل برشا مشاكل. احنا اليوم نعرفوا انه عندنا برشا مؤسسات صحيه تلقى فيها اقسام لكن ما فيهاش الاختصاصات هذيك، فعندنا مثلا ما تلقاش الطبيب والا ما تلقاش الاطار الطبي وشبه الطبي اللي باش يشرف عليها. اليوم مثلا فما وحدات صحيه في مناطق نائيه تلقى فيها شكون يشرف لكن ما فيهاش طبيب، فما ساعات نقولوا انه الاطباء ما يحبوش يمشيوا يخدموا في المناطق الصعيبه هذه جغرافيا. معناها المواطن اللي اليوم اللي موجود في بلاصه بعيده برشا يولي نجم ياخذ المواعيد نتاعو من غير ما يتنقل حتى مثلا لمستشفى جهوي ولا غيره باش ياخذ الموعد. العمليه تولي سهله بالتليفون، تنجم تقوم بالعمليه هذه الكل، وينجم حتى يعدي عليك طبيب من غير ما تتنقل
وتتكفل الشقاء والتعب والمصروف والوقت اللي ساعات تمشي وتاخذ رونديفو وما تلقاهاش وتعاود ترجع، هذا الكل نجموا نستغنوا عليه. كلامك صحيح 100%. ولكن احنا ماشيين في الطريق هذا وقريب نوصلوا ان شاء الله، لكن بعد سنوات صعبه. انه طبعا بعد يحتاج الى الرقم هنا، لاني يعني ماكش باش تبعث، طبعا مش باش تبعث دوسي باش تلفه، هي تنجم تبعث رساله الى زميلك الى اخره، موجود طبعا بعد، يعني الاطباء نستشيروا بعضنا بالتليفون بالفاكس بالايميل وحتى وقت بالرسائل. لكن تو انك لازم على عين المكان في نفس الوقت انت تفحص في مريض وزميلك من الناحيه الثانيه يشوف معك ولا يعطيك في رايه. ولكذا لازم الرقم هنا احنا اليوم قداش حاضري، قداش المؤسسات نتاعنا فيها التجهيزات اللي تسمح باش ننفذوا هالاستراتيجيه هي؟ ما ثماش تطور كبير، ولكن ثم ضغط في المده الاخيره من الوزاره ومن السيد الوزير الجديد سي ظروف، اللي هو من رواد الطبيب عن بعد، هو طبيب ولكن مغروم من الناحيه هذه، وان شاء الله بحضوره بمساعده كل الوزراء المعنيين بالامر باش يصير دفع جديد. ولكن مش كافي، نعطيك مثال بسيط، من هو الناس اللي تعداوا في التلفزه قبلنا يقول مشيت للسبيطار باش ناخذ موعد ما لقيتش، مشيت خذيت الصف قالوا لي ارجع الى اخره، انك ما تقدرش تاخذ موعد بالتليفون في عياده في تونس. انا حاجه غريبه. انا ما وصلناش حتى بالايفون وبالالكترونيك الى اخره، لا حتى بالتليفون ما تقدرش. فالمريض حاليا الى حد الان يمشي هو بنفسه ياخذ موعد، يقولوا له ارجع بعد ثلاث اشهر احيانا في حالات ساعات صعيبه، ومن بعد يرجع بعد ثلاث اشهر يقول والله الطبيب اللي عندك مع بعض ماهوش موجود، ولا عيطوا له في الوزاره ولا عنده امتحان الى اخره. هذا مازال ما دخلش، على الاقل هو المواعيد عن بعد. وهذا في برنامج وزارة الصحة إن شاء الله باش يطبق في أقرب وقت. به نحكيو على الفورم، نحكيو على الدورة الثالثة من الفورم هذا اللي باش يكون فرصة، يمكن أنت حكيت على الضغط، يمكن هذا هو زاد الضغط الإيجابي، أنه هنا موجودين رانا نحبوا نتقدموا بالاختصاص هذايا. يحضروا معاكم كما قلنا زوز وزراء اللي في علاقة بالقطاع مباشرة، دونك قداش ممكن هالفرص هذايا تكون وسيلة ضغط إيجابية حتى نزيدوا نتحسنوا خطوة القدام، بما أنه اتفقنا من الأول اللي احنا راه مازلنا بعد شوي. احنا متفائلين برشا في المنتدى هذا، صار للرابع مره. المنتدى يصير ما بين الجمعيه بالتعاون الجمعيه ومنتدى رياليتي، جريده رياليتي اللي هي متعوده بتنظيم التظاهرات من هذا النوع. وفي كل التظاهرات اللي صارت في 4 سنين الاخرانيه حضروا دائما وزير صحه ووزير فيما يخص الاتصال، رغم ان الوزاره تغير اسمها عده مرات. في كل مرة ثم برامج، ولكن كما في عدة ميادين أخرى في تونس صار تكركير، منقص نص كذا، مثلا البطاقة الذكية اللي تحطوا عليها اللي باش تعرف هو المعرف الوحيد للمريض، اللي هما حاجات أساسية باش تعمل. يعني في تونس حاليا المريض يدخل يعطي اسم بالخاص كي تكون امراه، وتنجم كيف تمشي مستشفى اخر ولا قسم نفس المستشفى تعطي اسم اخر، مره تعطي اسم بوها، مره تعطي اسم رجلها، مره تعطي الاثنين الى اخره، كان طلقه تعود عرست عندها 3 اسامي. المعرف الوحيد حسب ما يقولوا لنا الساده المسؤولين من خاص السيد الصراحه انه قريب حكايه اشهر. هذيك كمرحله اولى. من بعد ثم الملف المراقب الالكتروني. ان الملف الطبي حاليا المريض كل ما يدخل الى قسم عنده ملف ورقي جديد، واللي فيه احيانا قلت لك الاسم مش نفس الاسم. كيف يولي مراقبا انه ثم موديل يخدم عليه الناس الكل الاورديناتور، وهذاك مسجل في المستشفى ويقدر انه يتنقل من مستشفى لمستشفى. انه مريض عالج في تونس في مستشفى كبير في تونس، ومن بعد صارت ازمه وهو في سوسه ولا في صفاقس، دونك سهل اي طبيب من اي مستشفى اخر انه يجبد ويطلع على الملف هكاك، نضمنوا لا ضاع لا تسرق لا نقصت ورقه منه. هذا هو هذه الحاله الاولى. وقت يولي ثم ملف مراقبا وقتها التبادل سهل، انك تنزل على زر كذا تبعث ملف تتحدث تجيك اوراق تجيك صور زي ما قلت لك اللي موجود، تجربه تاع قفصه مازالت قائمه هي.
وتنقص على ضغط على المستشفيات. مشكله من المشاكل في تونس ان ضغط على المستشفيات الكبيره والمستشفيات الجامعيه اللي هي تامن من القمه يعني اصعب العمليات واصعب الحالات الى الحالات البسيطه اللي عينه حمراء يمشي للمستشفى الجامعي اللي وقت اللي مفروض انه يتوقف في مرحله اخرى يتوقف في عياده طب عيون في مستوصف في مستشفى جهوي الى اخره. الناس يمشيوا وهذا صار عدم التوازن يعني رغم ان عدد الاطباء في تونس لاباس به بينما كيف نقارن بافريقيا وحتى بالشمال افريقيا بالجزائر المغرب يعني عدد كبير ولكن ثم نقص يقول لا صحيح مش نقص هو سوء توزيع سوء توزيع وسوء اتصال فلو نحسن التوزيع ونحسن الاتصال لان الطب عن بعد باش يسمح مثلا المريض في الكيف والجراح نتاعو يحب يعرف راي ما يبعثش المريض يبعث المعلومه وهذا ينجم يسهل على ادماج الاطباء الشبان في الدورة الصحية بسهولة أكثر لأنه الطبيب اللي باش يمشي المنطقة بعيدة مش ينقطع عن المستشفى الجامعي هو مازال يتخرج منه مش متعود ما عندوش ثقة في نفسه كافية إلى آخره وكل همه ومشاغله أنه كيفاش يرجع إلى مستشفى شرنيكول أو مستشفى الرابطة إلى آخره توا بالطريقة هذه أن الجهة تصبح مرتبطة بالمركز اللي هو العاصمه او مدينه كبيره خصوصا صفاقس هو باتصال دائم يعني كل يوم ينجم بالطرق الالكترونيه باتصال مع القسم نتاعو يحضر حتى في اجتماع طبي ستاف في الصباح يكون هو في الكيف تسهل على التبادل نتاع المعلومات والفريق نتاعو موجود في شارع نيكول ولا في الرابطه هو يحضر معهم الى اخره وقت تصير له مشكله ويصير عنده اكثر شجاعه وامكانيه التعلم المتواصل. واضح، شكرا لك دكتور عزيز يعطيك صحة على كل التوضيحات هذه إن شاء الله بالتوفيق. تحب تختم بتوقيت المؤتمر إن شاء الله؟ أي تفضل الناس تفضل. بالطبع هذا المؤتمر الندوة باش تصير ابتداء من يوم الخميس مساء إلى غاية يوم السبت باش يحضروا فيها السادة الوزراء الاثنين في بخصوص الصحة في بخصوص التقنيات الرقمية. وعندنا عدة ضيوف بما فيهم من مصر من مصر بتصير دكتورة اللي هي ممثلة لرئاسة الجمهورية المصرية لأن الرقمنة تبع رئاسة الجمهورية في مصر ومن الأردن ومن العالم العربي ومن إفريقيا جنوب الصحراء وعندنا برنامج تعاون شمال جنوب يعني ما بين تونس وأوروبا وجنوب جنوب فيما فيهم بين تونس والجزائر والمغرب وبلدان جنوب الصحراء اللي هما السنغال والكوت ديفوار والمالي اللي باش يحضروا معنا وان شاء الله يكون دفع للطبيب عن بعد في تونس وفي المنطقه كلها لمصلحه المرضى في تونس وخارج تونس وهذا طريقه من طرق تصدير الخدمات الصحيه وجلبان المرضى الافارقه الى تونس اكثر من اللي موجود توا. شكرا لك دكتور عزيز الماتري يعطيك الصحه اللي كنت موجود بحضينا كنا نتحدثوا عن الصحه الرقميه باش نواصلوا استقبال ضيوفنا وتعودتوا معنا بفقره البلديات نحكيوا في كل مره على بلديه نشوفوا شنو الملاحظات نتاع الساده المواطنين ونشوفوا شنو الواقع والبرنامج اللي يتقدم به المجلس البلدي. في متابعتنا اليوم نحكيوا على بلديه الكرم وضيفنا باش يكون سيد رئيس بلديه الكرم استاذ فتحي العيوني اللي معه هو باش كما قلت نتعرفوا على واقع البلديه كيفاش لقاوها بعد الانتخابات وبعد تسلم المجلس البلدي لمقاليد تسيير الامور البلديه. استاذ فتحي مرحبا بك نهارك زين شكرا على قبول دعوتنا ومرحبا ببلديه الكرم. بارك الله فيك شكرا لكم انتم على الدعوه هذه وعلى خدمتكم في كل وقت لله. شكرا لك. احنا الحقيقه الدعوه مبرمجه من قبل وصورنا حتى التقرير نتاعنا من نهايه الاسبوع اللي فات وخرجنا وسالنا اهالي الكرم على الواقع نتاعهم شنو النقاط السوداء وشنو اللي يلاحظوها على العمل البلدي. لكن لاكشواليتي تفرض اني نقلب الكوندكتور نتاعي ونسالك على الموضوع نتاع الساعه نشوفوا في دي بارتاج على وسائل التواصل تصريحات في وسائل الاعلام وبرشا حديث على الخلاف اللي ما بين سيادتك ورئيس بلديه الشرطه البيئيه اللي موجود معكم شرطه البلديه. دونك
شنو المشكل اللي صاير وشنو سبب الخلاف؟ وشفناك حتى هبط معناها بيان وبيان ثاني. المره الاولانيه قلنا صار هكا نقاش والامور ماشيه، بعد صرحت انت وكتبت انه تم طرده، هذا خلى ردود فعل وخليهم يتكلموا، حتى نقابتهم تتكلم في وسائل الاعلام وبرشا كلام صار. هات نفهموا اصل الحكايه مع سيادتك. بارك الله فيك، شكرا لكم على الدعوه مجددا. شكرا. تعرف اللي بالقانون الجديد رئيس البلدية اليوم تقريبا هو السلطة، رئيس السلطة المحلية في المنطقة، وبالتالي هو مسؤول على راحة والمواطنين في المنطقة نتاعو. اليوم شكون باش يأمن له هالراحة هذه؟ مش مجرد أنك تصدر قرارات، مش مجرد أنك تعمل برامج، مش مجرد أن تكون متواجد وتخدم يومين. اللي باش ينفذ هي شرطة البلدية. للأسف الشديد الجهاز هذا باش تفهم السادة المواطنين الكل لا يخضع إلى رئيس البلدية، لا يأتمر بأوامره ولا ينفذ تعليماته باعتبار أنه مش خاضع ليه. وبالتالي يفترض أنه اليوم طالما أنه ما فماش تدخل تشريعي باش ينظم المسألة هذه، يكون فما على الأقل تعاون. وهالتعاون هذا مثلا شخصين لمستوا من مختلف الأجهزة الأمنية الكل. وهنا بالمناسبة تحية للشرطة، الحرس، لكل مختلف الأجهزة الأمنية الكل، لقيت منهم تجاوب كبير في مستوى المنطقة ويتعاملوا معايا طريقة متقدمة جدا جدا. إلا هذا الجهاز الحقيقة متاع ربي ما كانش متجاوب معايا، مش معايا أنا بالذات، ما أعتقد مع مختلف البلدات التونسية كلها. لأنه اليوم كي ننظر للمنطقة متاعي اليوم، ننظر أنه حالة الانتصاب الفوضوي متفشية، تتفشى وتتزايد وتتراكم يوميا، وكذلك التجاوزات خاصة على مستوى البناءات الفوضوية وعلى مستوى التجاوز بين الأجوار، واللي يزيد يبني من غير ما يغطي على جاره ويعتدي على جاره ويفك الجار، هذا كذا قاعد تكبر اليوم. أنا ناخذ قراراتي ولكن في المقابل الجهاز ما ينفذش، او بالاحرى ما نحبش نقول الجهاز بكل، خاطر ما نحبش نعمم. انا باحترام كبير ياسر عندي للامن الكل وبمختلف اصناف وهياكله وخاصه الشرطه البلديه، ولكن للاسف الشديد السيد اللي هو كان مكلفينه بهذا الشرطه البلديه على مستوى بلديه الكرم ماهوش قائم بالواجب نتاعو. رغم في البيان انه رغم باش نوضح الصوره، انت في البيان اللي هبطته قلت انه بعد تشكيات جاتك من المواطنين لانه ما نفذش برشا قرارات ما يتعلق بالهدم وغيره وغيره وغيره، انت خذيت قرار طرده وذكرته معناها معناها بالصفه سيد رئيس الشرطه البلديه. هل اليوم من صلاحيه سيد رئيس البلديه انه يطرد بين ظفرين؟ لانه ذي معناها حتى طريقه البيان والا الاسلوب اللي تم تقديم به معناها للقرار يمكن نتناقشوا فيها، لكن هل من صلاحيه سيادتك انه يطرد سيد رئيس الشرطه البلديه؟ باش نبداو واضحين الساعه بالقدام. انا خاطر كي نقولوا احنا العلاقه بيناتنا ايش؟ يفترض هذا الضابط هو تابع وزارة الداخلية، وبالتالي يفترض أن يكون في مركز أمن تابع وزارة الداخلية. لكن هو أولا ما عندهمش مركز، المركز داخل مقر البلدية. ثم السيارة يستعمل فيها هي متاع البلدية، هذا علاش معنى سيادتك البنزين متاع البلدية، هذا علاش بعثت لهم عاد المنفذ وطلبت بتسليم المفاتيح كل انت البلدية توفرت لك كل الوسائل باش تخدم، وانت ما تحبش تخدم، وانت بل الاكثر تعطل حتى في مصالح البلدية وتعطل في القرارات البلدية. فانت قاعد تخدم بمال البلديه ضد البلديه، تخدم بالاجهزه وفرتك البلديه ضد البلديه، انت موفرينك مقر داخل البلديه وما تعرفش تخدم من البلديه. اكثر من هذا احنا فما مقر خاص بالشرطه البلديه موجود فوق سوق النور، والمقر هذا كانوا يستخدموا فيه من قبل، واحنا كلمونا قالوا المقر هذا حاجتنا به باش نحبوا نرجعوا ننتصبوا فيه، وفرناه دهناه نظفناه حطينا فيه جميع المرافق، وكنا منسقين معاه وطلبوا منا حتى اللافته كيفاش تكون موجوده، كتبنا لافته من الاول الطريقه ربما ماهيش كيما تستجيب للمواصفات هما، قالوا لنا بدلوها، بدلناها، ركبناها، المواطنين استبشروا، التجار استبشروا على اساس انه باش يكون فما مركز يراقب بصفه مباشره وميدانيه كل ما يتعلق بالمتجاوزات والانتصاب الفوضوي. ولكن الكلام هذا ما نقدش، عنده تقريبا 4 شهور من اللي صار، ولكن تسويف كل مره باش ننقلوا، زدنا جمعه، زدنا جمعتين، زدنا ثلاثه، زدنا شهر. في تقدير سيادتك وين المشكل؟ في تقديرك وين المشكل؟ علاش هالجهاز هذايا اللي انت ربطت انه المشكل في رئيس الجهاز نتاع الشرطه البلديه، علاش ما ينفذش؟
في تقديري انا انه الجهاز هذا في ذاته ما عنديش حتى كلام معاه باعتبار وانه الجهاز يخدم روحه كما مختلف الاسلاك الامنيه وانا عندي ثقه في الاسلاك الامنيه الكل واحترام كبير لهم. لكن للاسف الشديد تلقى في كل ميدان مش كان في الامن في كل تلقى بعض العناصر اللي ما تحبش تكون معناها مواكبه ومحينه مع الواقع. السيد هذا مازال ماهوش متعامل ومتعاون معنا. للأسف الشديد قلت وأنه هالشخص هذا طالما أنه مش قاعد يعطل في قرارات البلدية خطأك يعطل قرارات باش يصير ولا يصير وأنه يقع تذمرات. يعني أنا تقريبا كل أسبوع تقريبا جماعة التجار بتاع السوق البلدي يجيوا يجتمعوا. علاش؟ لأنهم التجار هذوما وقت اللي هما عندهم النصبة نتاعهم اللي يخدموا فيها يجيوا ناس اخرين وينتصبوا خارج السوق يوليوا يسكروا عليهم ما عادش يدخل الناس المواطنين مش يقدروا عندهم وشكون باش يقوم بعملية التنظيم هذه كل الشرطة البلدية. الشرطة البلدية ما يحبش يمشي يخدم ما يحبش يمشي يعمل حتى شيء. هل مشينا بمراسلات إدارية معناها هل بعث هذه أمن عمومي؟ هل مشيت للسوبيريور نتاعو؟ طبعا انتوا علاش ندخلوا فيها المشاحنات؟ لا طبعا والستاتيوات الفيسبوك والأمور هذه لا ما تخليناش على ما نحبش ندخل في الجانب هذا. لكن أنا نقول لك تمت مراسلات ومكاتيب عديدة وثم حتى كان اللي عندي لقاء وبارك الله فيه السيد وزير الداخلية ومثمن الجهود نتاعو والعمل نتاعو الجبار اللي قاعد يقوم به كان ليه لقاء معاه قدام حوالي ساعة ونص وبسط له الوضعية وكذا إلى آخره ووضحت له حتى مكتوب والحقيقة نتاع ربي كذلك قال لي وأنه باش يسوي الوضعية وإن شاء الله ما يصير كان الخير. بقى للأسف الشديد المشاكل تتفاقم يوميا يعني ظهرت الانتصاب البوضوي أصبحت متفشية بشكل رهيب جدا في منطقة الكرم في كل مكان ناس يوميا المواطنين يتشكاوا يوميا يجيوا للبلدية يتشكاوا اللي عندها محل أصبح قدامها الكمين متاع الخضرة معاش طرف حتى معاش يخدموا اللي عنده دار متاعه جار متاعه طلع له الرابع طاق والآخر ولا شرطة بدي ما يحبش ينفذ القرار متاع ناخذ القرار ونقول برمشي وقت فك الاشغال برمش يعمل كذا ما يمشيش ينفذ اللي تبني معناها ما نعرفش شنو فهمتي كاشف على جار والاخر. يعني اليوم اصبح هذا الشخص مصدر لفتنه وشغب كبير ياسر واصبح حتى يهدد السلم الاجتماعي داخل المنطقه. اليوم فما حاله احتقان في بلديه الكرام للمواطنين. فما حاله احتقان لدى المواطنين وحال تذمر كبير ياسر لدى المواطنين. انا قلت لك يوم تقريبا ما نقولش كل يوم اما يوميا المواطنين جاتني شكايات ويوميا يتجمعوا واحتجاجات وعرائض احتجاجيه ولكن للاسف ما يتحركش بالكل. باهي استاذ فتحي حتى نختموا النقطه هذه لانه الحقيقه ما كانش هذا نقطه الاساس معناها للاستضافه لكن فيو الاكتواليتي معناها جبدناها حتى ان نوضحوا اليوم وين ماشيه الامور. هل السيد قاعد يباشر في الخدمه نتاعو؟ هل الجهاز متوقف تماما بالنسبه للشرطه البلديه في بلديه الكرم؟ وين ماشيين غدوه شنو واليوم كيفاش الواقع نتاع الخدمه؟ انا قلت وانه هذا الجهاز الحمد لله أنه السادة اللي يشرفوا عليه ناس من الحكماء من العقلاء وهذا كل شأن كل المنظومة الأمنية اللي هما الكل تتميز بأنهم ناس وطنيين ويحبوا يخدموا البلاد فكان لي تواصل معهم وفي الحقيقة لقيت منهم تجاوب وأنهم السيد هذا باعتبار وأنه ما عادش فما إمكانية التعامل معه باش يقع تغيير إن شاء الله أو غير تقريبا وبالنسبة لي أنا باقي المسائل قلت نبسطوها على الدرس ونقعدوا مع بعضنا وصارت جلسة كما شفتوا في البيان ذاك معاهم وجاوني سبعة تقريبا من الضباط الأمنيين المحترمين وجلسنا وعملنا جلسة عملية وبسطنا فيها المواضيع الكل وتفاهمنا على أساس بخصوص المقر باش نتناقشوا فيه ونحاول نلقاو فيه الترتيبات اللازمة اللي ترضي جميع الأطراف. بالنسبة للتنسيق باش يكون كذلك بطريقة منظمة أكثر إن شاء الله في المستقبل بطريقة أنه نضمنوا على الأقل تنفيذ القرارات البلدية حتى يستعيد المواطنين الثقة في البلدية وثقة في قرارات رئيس البلدية وبالنسبة لهذا الشخص يمشي بقعة أخرى ربي يوجهه خير. به هات ندخلوا في الأمور البلدية. بلدية الكرم بعد تسلمكم لمقاليدها كيفاش لقيتوها؟ والله لقينا للأسف الشديد حالة معناها تكاد تكون لا بلدية ما ثماش أصلا بلدية ما ثماش بلدية أصلا من أي ناحية؟ يعني مع المستوى الساعة نبدا على مستوى الإدارة متاعي حالة انهيار نفسي كبير برشا الناس كانوا يتعرضوا للإهانة معناها للتحرش للاستفزاز من جميع النواحي باعتبار النيابة الخصوصية للأسف الشديد ما لم تقم بدورها وهذا دور للأسف الشديد لأنه ما كانتش أصلا مهمتها منكبة على مصالح المواطنين ناهيك وأنه أول ما اكتشفنا من الفساد فساد كبير برشا فساد في فلوس معناها تستعمل تمشي في حسابات متاع شخصية وهذا الملف هذا خرجناه
ومورثه فيه حتى النيابه الخصوصيه مش مسألة قضايا جاريه طبعا اليوم. قضيه متعهد بها القطب القضائي مورثه فيها السيده المعتمده اللي هي كانت نيابه الخصوصيه واطراف شخصيات رياضيه في المنطقه اللي هما كانوا يستغلوا هاك المرفق العام تاع البلديه والمال العام تاع البلديه لتغيير لتحقيق اغراض شخصيه وما زالت عندنا ملفات اخرى عندنا مثلا اليوم تو عندنا مثلا المرشي الكبير مرشي النور هذايا سوق النور أي. سوق النور يعني لغز يعني لغز كبير برشا في المنطقه الناس كل انتظرته السوق هذا اليوم بعد ما تبناه وصرفوا عليه قريب 800 مليون وكذا الى اخره، المواطنين كانوا يتثوروا في مستوى تطلعاتهم، يلقاوا اليوم النصبه اللي تهز زوز من الناس يلقاوا فيها خمسه من الناس، اليوم يلقاوا فهمتي مقر فوق الواحد متعدين له ماء والضوء و30 مليون ضوء في الشهر تدخل لنا بسبب معناها عمليه معناها كيفاش معناها استهلاك غير عادي للكهرباء وللماء، يعني مال عام قاعد يبدد ويضيع بشكل اللي برشا لقينا فوضى كبيره ياسر على مستوى النظافه ما تماش حتى ادنى معناها الشروط الاساسيه باش المنطقه تولي طرقات معطله صفقات من 2015 معطله صفقات نتاع طرقات معطله من 2015 هذا الكل لقيناه اناره تكون منعدمه وفي المقابل نلقاو معناها دي بون في محطوطين في البلديه خاصين عليهم مئات مع عشرات الملايين من المليات التونسيه ولكن في المقابل ما حتى شيء كل الاناره هات نبداو باستعراض النقاط نتاع المشاكل ما قبل هذايا نستدعاك انه نشوفوا روبورتاج خرج زميلنا ابو البيبه مشى للكرم مسال الاهالي شنو المشاكل اللي عندهم في علاقه بالبلديه هات نسمعوهم ثم نرجعوا نستعرضوا المشاكل هذيا وندرسوهم نقطه بنقطه نشوفوا مع بعضنا روبورتاج انتهت محطة الانتخابات البلدية في تونس مخلفة وراءها واقعا سياسيا ومحليا جديدا بعد تركيز المجالس البلدية والبدء في تطبيق الباب السابع من الدستور الذي ينص على لامركزية السلطة والحكم المحلية لكن الصعوبات لا زالت قائمة والخدمات البلدية لم ترتقي إلى مصاف الإدارة العصرية سكان الكرم يدلون بآرائهم بخصوص العمل البلدي بجهتهم جو كان وقت الانتخابات جاو الناس كلهم بعد هكاهو وقص المشاكل شنو المؤاخذات على البلدية؟ أخص سقف كيفاش فماك باش تتاح علينا البلدية الانتصاب الفوضي برا موجود وعلى هكا شوف مارشي فارق نورمالمون راضي عليهم كيفاش؟ أمور واضحة قياسات نورمال ما فماش معناها مشاكل ما لاباس هكاهو ماهوش غايم بوش بحتى طرف قسمت بالله شوف المرشي باش يطيح علينا غزل الفوق ريت الفوق صور الفوق ريت الفوق باش يطيح المرشي باش يطيح علينا ويكتر كله ماء كله ماء الجربوع قدك الجربوع في وسطه بخلاف المرشي شنو الحاجات الاخرى؟ اه ماهوش لايين به لا ثم لا واحد يجي ولا بلديه لا قايمين بواجبه ولا سخ في كل بلاصه الجربوع اش باش نقول لك شنو يعمل العقل انا مانيش نخدم فيه راهو انا اما ما عنديش شكينا ما لقينا حتى حل والله الحاله مصريه وإن شاء الله نتمنى البلدية تقوم بالواجب توفر لنا معنا صلاحيات واحد وذاكش طلبين منها البلدية أكثر من هكا معنا أكثر الحالة على عائل المكانك شفتوها كيفية حالة ما تفرحش وإن شاء الله البلدية تقوم بالواجب أكاو ماشي خطوة خطوة فما أحفر ياسر إن شاء الله يوقع معنا ردمانهم في وسط كياسات برشا خاصة في الرونترين تاع الكرم المرشي تاع الكرم في الطرقات زبلة فقاعد تنظيف منها شوية لفتة كريمة للشط فما برشا أو سيخ ماذا بينا خيمة تزيد تكبر برشا يوقع تنظيفها من توا وفما خاصة اللي بوبالي اللي ركبوها بزيد معنا بالفلوس كلها تقلات وملوحة علاش هذيك ما تهزش للديبو تنظاف واحد باش في الصيف نركبوها يرجعوا جديد فما من يؤاخذ العمل البلدي في الكرم انت تخدم ما شاء الله عليك شو رايك انا رايي تحفون ياسر في البلديه والله العظيم يخدموا على ارواحهم وقايمين بوجبهم على حسب مريت انا عباد اخرى ما نعرفش وانت تشاطروا الراي شاطروا الراي ما فما حاجه برك الطرقات نتاعنا هكاو فما طرقات مكسرين هكاو بقى الخدمه قايمه بوجب البلديه كلمتين باختصار الشعب التونسي هذا مولي شعب الا ما تنظف العقلي ابار في البلديات في منظومه الوظيفه العموميه في كل شيء ابار سلوك نتاع النظافه في كل شيء متولي بلاد هذه صالحه المونتاليتي تتبدل
صحيح وقف المواطن اللي يقول فما حاجات في العقليه والعقليه تتبع الناس الكل كان مواطنين والى زاد مسؤولين. سي فتحي العيوني من جديد مرحبا بك، كنت تسمع في الاراء برشا تحكي حكي حديث وبرشا تركيز على وضعيه السوق البلديه، سقف مهدد بالسقوط بين ظفرين جرابع، برشا كلام والسوق ماهيش مهيئه وزيد عليه الانتصاب الفوضوي، دونك تولي الناس تنفر من السوق هذية ما عادش تدخل. وهوني نحكيه على ناس تسترزق وناس تخدم على رواحها، نتمنى وتتوفر لها ظروف الملائمة. شنو اللي خلى السوق توصل للحالة هذية وعلاش ما تدخلوش ما لقيتوش حل حتى لتو؟ هم باش نوضح الصور، هم زوج أسواق فما سوق هذه اللي كملوه حكيتك عليه هذه اللي تسكرت مدة عام باش يعاودوها من جديد، هي سوق النور وهذية مرش النور قاعد ذاك اللي للأسف الشديد هو ملف فيه برشا شبهات وهذا ان شاء الله باش نقادين كملوا في الدراسات القانونيه باش نحلوه على القطب القضائي باعتبار انه يعتبر فيه شبهه فساد كبيره برشا لانه السوق هذايا تعمل لطاقه استيعاب معينه نلقاوه اليوم طاقه استيعاب مضاعفه او بالاحرى الناس اللي قاعدين فيه مضاعفين اكثر من اللازم ومخالف للمرافق، ثم فيه احداثات اخرى صارت بدون حتى مراعاه ومطابقه للامثله. انا عندي مثال تخدم عليه السوق، كي نغزل على الواقع نلقى واقع مغاير تماما ما عنده حتى علاقه. الشيء اللي خلق الفوضى داخل السوق وخلق حاله الانتصاب الفوضوي حوالي السوق، وهذه كانت السبب من بين الاسباب الرئيسيه لعمليه قطع العلاقه مع رئيس الشرطه البلديه، لانه مش قاعد يقوم بواجب المراقبه ولي من نقطه من قتل الخلاف مع الشرطه البلديه باعتبار انه فوق السوق هذاك بالضبط شكون باش يامن عمليه النظام. هي الشرطه البلديه، الشرطه البلديه عندها مقر موجود غاديك باش تقعد فيه والى حد هذا ما حبوش يتنقلوا له. اما السوق الثاني، النقطه الاولى هي السوق الثاني. السوق الثاني هو في جهه الكرم الشرقي، هذا سوق متداعي للسقوط من قبلنا مش من تو، متداعي للسقوط وفيه قرارات بالاخلاء ولكن اللي شفتوهم البعض منهم هذوكم ناس من الناس اللي علاش يقول لك الكلام هذا، لانه هو ما يحبش يغادر ويحاول حتى يسكر على ناس اخرين باش يجيو يلتحقوا بالمحل هذاك. ولذلك احنا اليوم هذاك فيه قرارات بالاخلاء باعتبار انه متداعي للسقوط ويهدد حتى في سلامه المواطنين، وبالتالي احنا توا ماشيين قدما، ولكن طبعا هذا يقع تنسيق مع السلطات الامنيه في اختيار وتحين الوقت نتاع عمليه الاخلاء. سي فتحي، معناها السوق الاولانيه متداعي للسقوط، السوق الثاني اللي هي كانت البديل فيها مشكل اليوم وباش تعاودوا فيها الاشغال وقت لا مش عملنا فيها الاشغال، قلنا هذه فيها اعاده تهيئه مش اعاده تهيئه، قلت هذه الامثله اللي تهيئت على اساسهم السوق هذه مخالفه للواقع اليوم. انت كما قلت لك انا السوق هذا يهز مثلا 70 منتصب تلقى فيه 140. به اليوم الناس هذوما اللي نطلبوا منهم كبيره برشا، اليوم كي نطلبوا منهم انهم يغادروا السوق اليوم موجودين فيهم، عندهم شي حل بديل وين يمشيوا؟ بالضبط احنا لا الحل البديل موجود احنا على اساس انه بالنسبه اللي نتاع اللي عندهم السوق هذوما اللي في السوق نتاع البيفاده هذوما ناس عندهم منصب نتاعهم الداخل برشا منهم، ولكن شو يعملوا؟ يجيوا يخرجوا ناس من عائلاتهم ولا من اقاربهم ويقول لهم اقعدوا لبرا. الشيء اللي خلق حاله الفوضى هذه فهذه احنا تصدينا لها وعايدنا لهم ونبهنا عليهم، شكون اللي باش يمارس هذا وشكون باش ينفذ؟ انا ينفذ ما عندكش جهاز تنفيذي، معناها جهاز تنفيذي ما عنديش جهاز تنفيذي باش ينفذ هذا الكل، يعني يمشي لهم جهاز تنفيذي تحت الضغط وكذا اخره، مشكوني مره اخرى السلطات الامنيه الاخرى باقي الاجهزه الامنيه الاخرى الكل تتجاوب معنا، توفر المعدات، توفر السيارات، توفر العوان، يمشيوا يعملوا الحمله نتاعهم، الاخرين يهربوا، الاخرين يرجعوا من غاديك يعاود يرجعوا، شكون باش يامن الاستمراريه؟ هي الشرطه البلديه لو انها تقوم بعملها بصفه يوميه ولو انها تستقر بالمكان اللي هو موفر له. به من النقاط اللي اثرتهم مسيتك حتى قبل الروبورتاج قلت لي وقت اللي جينا فما مشكل كبير نتاع تنوير، يظهر لي المشكل هذايا في جزء منه مازال ما تحلش لليوم، فما برشا انهج ظلام تماما واذا كان في افضل حالاتها نلقاو انبوبه على طول النهج واحد. صحيح. علاش عندنا مشكل في التنوير العمومي في منطقة الكرم؟ لأنه كما قلت أنا هذا داخل في إطار سوء الإدارة اللي كانت منفذة في بلدية الكرم في السابق، لأنه الميزانية اللي هي يفترض أنها باش توجه لعملية الإنارة، الميزانية هذه لم تقع معناها ترشيد
استهلاكها واستعمالها الشيء اللي خلف اليوم انه الاجهزه هذه اولا فما في على مستوى عين الزغوان وعلى مستوى نقول فما ساعه جانب اخر خارج البلديه اللي هو السرقه سرقت برشا الكوابل والادوات تاع الضوء الكل فما السرقه والثانيه حاجه فما نقص كبير ياسر في المعدات باعتبار وانه الميزانيه المرصوده للجانب هذا للاسف الشديد لم يقع استعمالها على الوجه الاكمل الشيء اللي خلف نقص كبير ياسر على مستوى المعدات اليوم احنا دركنا هذا اذا كان سرقه المواطن شنو ذنبه في انه يقعد معناه وانت تعرف حالات السرقه تعرف التهديدات تعرف البراكاجات الناس تخرج معناها بكري والدنيا ظلام اليوم الصباح الناس تروح مخر شنو ذنبه المواطن اذا كان فما ناس سرقت كوابل الضوء لا احنا تو اليوم بالضبط هذا يعطيك الصحه في الزبلوان احنا هذا اللي عملناه اليوم احنا كمجلس بلدي اليوم ايش عملنا جينا عملنا مراجعه تامه للمنظومه كلها نتاع الاناره ونظمناها من جديد ورصدنا اعتماداتها من جديد ونستنى فقط تتصب لنا الفلوس نتاع احنا القديم جديد ما عادش عندنا فيه حق انتهى احنا تو فلوسنا كمجلس بلدي جديد تدخلنا في حوالي مارس وفري فاحنا باش نتعاملوا مع الواقع باعتبار وانه مع الفتره هذيك ان شاء الله بقدره ربي رصدنا الاعتمادات اللازمه بطريقه وانه باش نقليوا على مساله الاناره بصفه نهائيه في المنطقه حتى الوقتيش ان شاء الله اول ما تصب لنا الفلوس مع تقييم مارس وقتاش تصب الفلوس مارس مبدئيا مارس يصبون الفلوس مبدئيا هذا حسب اللي قالوه لنا في في النظام تاع رصد الميزانيات باهي ان شاء الله على خاطر شفنا مثلا من المشاريع وين نتصفح في الصفحه نتاع البلديه وفي صفحه سيادتك شفنا تصاور نتاع عمليه تشجير بعض الحدائق وبعض الانهج اللي هما دي رو بيتون وانت تتحدث على عين زغوين معناها باهي ان نزرع الجر ونزينه لكن زاد باهي انه فما ضوء لانه وقت اللي تكون هي جنينه والجر هذاك باش يكبر ومن بعد تولي غابه والناس نجم تستعملها لاستعمالات اخرى اذا كان ما فيهاش ضوء يضويها. به نغلقوا نقطه التنوير العمومي نمشيوا لنقطه مهمه جدا وهي احوال الكياسات والحفر. نعم. اشاروا لها المواطنين وهذا واقع معناه ما يخفى على حتى حد انه وضعيه الكياسات في المناطق اللي تتبع ترابيا بلديه الكرام فيها برشا نقاش وبرشا احفر. نعم. وهذا كما قلت لك انا هذه صفقات نتاع طرقات معطله من 2015 مش تو احنا كجينا كمجلس بلدي اول حاجه عملناها ومشكوره الاداره نتاع البلديه وبارك الله فيهم جينا مباشره وانكبينا على اعاده هيكله وتحيين الصفقات هذيك والحمد لله ومجلس الجهوي قبلنا صادقنا على الصفقات عقود الصفقات تاعنا الكل تاع الطرقات ولهنا للاسف الشديد مره اخرى انه كان يفترض عمليه التعبيد الطرقات تنطلق في ديسمبر اي فجزء منها عن حوالي 4 ملايين ونص معناها طرقات فما النص بدا يخدم على روحه بارك الله فيه في منطقه على مستوى الكامل الغربي الاخر المقاول اللي خذا الصفقه نتاع 4 مليارات خذا العقد صحوا صححناه له سجلوا في القبابه باش يجيب لنا الضمان البنكي عملك هرب ما عادش حاب يجي طلبناه حاولنا بجميع الطرق بالسياسه على المستوى المسترد قال ما نجيش باعتباره انه الاسعار تبدلت وانا ما عادش تساعدني الصفقه دي كلمته انا وقلت له يا سيدي مستعدين نعملوا عمليه تحيين للاسعار ما يسالش نبدلوا نعملوا راي بعضنا وعد باش يجي في الاخر انسحب تماما وما حبش يجي ويبدو انه ويبدو انه راه اطراف ما نحبش نكبرها برشا برشا اطراف حتى سياسيه وراء العمليه هذه ولذلك الشيء اللي عملناه احنا توا استاذ فتحي العيوني معناها الاطراف السياسيه بربي بربي لحظه معناها الناس اللي تفرج فينا اليوم نحكيو لهم على الكياس نحكيو لهم على البلديه الكياس الاطراف السياسيه داخله حتى في حال الحفر في الكياس معناها انت حاسب رايك انت حاسب رايك انت انسان ياخذ مرشي ب 4 مليارات اي 4 مليارات اي ثم يجي مده شهر التالي وياخذ عقد الصفقه ويمشي يصحوا في القباضه ويمشي يصحوا في البلديه ويسجلوا في القباضه ثم بعد ذلك ويتراجع حسب راك باش تفسرها فما انسان يسلم في 4 مليارات تكاكا الا اذا كان عنده نيه باش يحب يعطل العمل البلدي الا عنده نيه باش يحب يحبط كل مصلحه شكون اللي يريد نعطل العمل البلدي في بلدنا فما ناس ما تحبش الخير للمنطقه فما ناس ما تحبش الخير حتى اصلا للبلاد جمله واحده هذا موجودين ولذلك انا ما نستغربهاش لانه الدليل على هذا شو كلامي انه الاثنين مع بعضهم صحوا اللي خذا 500 مليون وخذا 400 مليون شبي الاخر بدا يخدم ونصحوا فرد وقت وبنفس المواصفات وبنفس الشروط الاخر يخدم في الطرقات على المستمتع والاخر يهرب علاش؟ الا اذا كانت تكون وراها اراده اخرى وهذا مقصوده وانه من اجل انه يحبط العمل البلدي ولكن احنا على كل حال ما نحبش انا نبث خطاب تشاؤمي عند المواطنين نقول انه مباشره خدمنا عمليه الفسخ
انتهت عم تفسخ توا باش ما في ظرف مع بعض اسابيع وباش ننطلق في طلب العروض من جديد ونعمل صفقه من جديد. لكن على مستوى القانوني انا على قول لك رجل قانوني على مستوى القانوني ما خليت حتى ملف معطل ولا حتى وثيقه اداريه معطله. كل الاعمال كل مطلوبه على مستوى ادارتنا وعلى مستوى بلدنا كلها محينه ومطبقه القانون. به الشريط الساحلي تابع لبلديه الكرم، السيد المواطن قالت لهولنا شويه بالشطوط، نتصور انه قيد توا تصير عليها خدمه استعدادا للموسم الصيفي، كيفاش مبرمجين العمل على الشريط الساحلي اللي تبعكم؟ يعطيك الصحه، نربط هذا بالسابق، الشريط الساحلي للاسف الشديد ولاد الكرم محرومين من الشط نتاعهم. ايه علاش محرومين من الشط نتاعهم؟ لانه كانت رخص تعطى بصفه عشوائيه لاطراف مشبوهه هو مسيطرين على الشط اللي يحط بالباراسول ويحط بالكذا ويحط بيفات ويحط كذا. المواطن العادي في الكرم كي يهز صغيرات وباش يمشي يعوم في البحر ما يلقاش حتى ويمشي يقعد. أي. مش يدخل يعوم بركه. وهذه للاسف الشديد ساهمت فيه النيابه الخصوصيه السابقه اللي هي عملت بتات وعملت كذا الى اخره الى بدرجه انه ما عادش عندنا شط في الكرم. اليوم احنا وقفنا كل هالمسار هذا، وقفنا كل هالرخص هذه الكل، وعملنا عملية تحيين من جديد. المشروع المطروح في السابق في المستقبل إن شاء الله باش يكون وهو أنه باش نحب ندخل شوية في البحر نكبروه على أساس يساع البحر يساع الرمل ثم باش نعملوا إن كورنيش إسبلانات من تالي والناس تلقى تحوس فيها غاديك تمشي، وفي الوسط فما ممر طرقات للبحري بطريقة يصبح عندنا كورنيش لايقة وتولي الكل ابناء المنطقه قادرين على انهم يشوفوا. هذا يلزم برشا فلوس البلديه عندها اعتمادات؟ لا احنا بالشراكه مع مختلف السلطات، مش البلديه وحدها باش تعمل، لكن البلديه تضع تصورات، تضع البرامج، تضع ترصد الميزانيات في حدود امكانياتها، ولكن تطلب زاد كذلك صندوق القروض ومختلف الاطراف اللي هي تساهم، لانه اليوم الكرم للاسف الشديد السكان نتاعها ما عندهمش، رغم اليوم منطقه سياحيه منطقه هي منطقه سياحيه شاطئيه، ولكن هي في المقابل محرومه من الشط. ولذلك احنا اليوم كهدف رئيسي حاطينه على مستوى المجلس البلدي هو لابد من تهيئه المنتزه الشاطئي اللي لابد باش يكون ابناء المنطقه يتمتعوا به. واضح، شكرا لك استاذ فتحي على عيوني، حاولنا معكم نستعرضوا بعض النقاط السوداني المجهوده في البلديه، يعطيك صحه على التوضيحات. شكرا. وعلى الحضور معنا في البلاتو، شكرا لك. بارك الله فيك. مواصلين معكم في ختام الموعد نتاع اليوم، باش نعلنوكم على فقره باش تكون معنا موجوده اسبوعيا كل نهار اربعاء ان شاء الله ابتداء من الاسبوع الجاي، تحضر معنا هدى عباس، هي من ذوي الاحتياجات للخصوصيه وباش تكون كرونيكوز معنا في البرنامج ابتداء من نهار الاربعاء الجاي، باش تلقاو معها فقره خاصه في كل مره نستعرضوا بعض المشاكل في خصوص استخراج البطاقات، المشاكل اللي تلقاوها، الانتداب، الناس الكل بالنسبه للفئه هذيا باش نحاولوا نعطيهم حقهم، والناس اللي ما تعرفش تعرف اكثر تفاصيل على حقوقها هذيا في تفاعل مع الاداره التونسيه حسب الموضوع. كيف كيف معنا مدام فايزه قانوني استاذه لغه اشاره بمعهد ابن شرف، مرحبا بك مدام فايزه، نهارك زين. مرحبا هدى، نهارك طيب، نهارك زين. دونك حبينا اليوم مصافحه اولى، انت باش تكون معنا الكرونيكوز في البلاتو نتاعنا، في كل مره نختاروا موضوع، مدام فايزه باش تتولى مهمه انها تعطينا بلغه الاشاره لانه الفئه هذيا يلزمها تفهم فاش قاعدين نحكيو وتعرف بالكدا فاش قاعدين نستعرضوا من مشاكلهم. هدى شنو نجموا نقولوا على فقرتنا اللي قاعدين نحضروا فيها ان شاء الله ابتداء من الاسبوع الجاي؟ يعطيك الصحه فاتن ويعطي الصحه زاد التلفزه التونسيه لاتاحه اول منبر خاص بالاشخاص ذوي اعاقه، فقره هي الاولى من نوعها في المرفق عمومي. اليوم خطوه كبيره برشا انه تكون ثم فقره متوجهه للاشخاص ذوي اعاقه جديد. تم تناول موضوع الاشخاص ذوي اعاقه قبل، لكن الجديد في الفقره ذي انه باش يتم تناول بصفه حقوقيه. أي. اللي مستانسين الاشخاص ذوي اعاقه في المنبر نتاع الشفقه، اليوم لا، باش نغزر بمنظور حقوقي، بمنظور تشريعي، وفقا لمبادئ الاتفاقيه الدوليه لحقوق الاشخاص ذوي اعاقه، وفقا لفصل 48 الدستور. والاكثر من هكا فاتا انه ماهوش المواضيع اللي باش يتم طرحها مش باش يتم تناولها بصفه عامه، باش ندخلوا في الخصوصيات نتاع الموضوع. كل موضوع ناخذ مثال التشغيل باش يتم كما نقولوا نحن تفريق الموضوع هذاك، وكل مره ناخذوا اللي هي جزئيه مهمه والحديث عليها. انت اخترت ان تكون معنا مدام فايزه، انا خليك انت انك تقدمها. اي هي فايزه قانوني مترجمه لغه اشارات ومحلفه لدى محكمه الابتدائيه، وكذلك هي خبيره في لغه الاشاره. انا اخترتها انه خاطر ثم فئه اللي هي فئه الاشخاص الصم باش توصل لهم فايزه بلغه
وقتهم هما. باهي، مدام فايزه كيفاش نجموا بلغه الاشاره في جملتين الناس اللي تبعوا فينا نقولوا لهم كل نهار اربعاء تبعونا على القناه الوطنيه في فقره خاصه بمشاغل ذوي الاحتياجات الخصوصيه والى حاملي الاعاقه. يعطيك الصحه. مرحبا. فاتن على الاستضافه. شكرا. ساترجم هذه الجمله بلغه الاشارات. شكرا لك، يعطيك الصحه مدام فايزه. ناخذ تفاعلك انت على فكره انه تكون فقره قاره بذوي الاحتياجات الخصوصيه والى حاملي الاعاقه في برنامج تلفزي يومي مره في الاسبوع. هل مهم جدا اليوم ان نستعرض المشاكل هذه لانه نحكيه على فئه موجوده في المجتمع؟ لكن الحقيقه كما قالت هدى ما نحبوش كالجانب نتاع الشفقه والى جانب انه نحكيه عليهم مره في مناسبه والى في يوم وطني والى في غيره. لا، يلزم الناس هذه تعرف اللي هي جزء من المجتمع، اللي هي فاعلة في المجتمع ويلزمها تاخذ حقها كما يلزم. نعم، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا. أنا فرحانة برشا اللي فما فقرة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، لأن المعلومات الكل والبرامج الكل غير مترجمة بلغة الإشارات، وهذه فرصة باش توصلهم معلومة مترجمة بلغة الإشارات وعن طريق التلفزة التونسية الوطنية واحد سيدي جا معناها برفق عمومي. يعطيكم الصحة وشكرا جزيلا، وهم أكيد باش يفرحوا برشا وباش يتبعوكم برشا، لأن ما ثم حتى برنامج مترجم بلغة الإشارات وهم يستناو في اي برنامج من اي تلفزه كانت ويكون مترجم بلغه الاشارات. عندنا نشره الاخبار هذه تكون فقره خاصه بهم ويتبعوا معنا ان شاء الله كل حاجه جديده في علاقه بمشاغلهم ويومياتهم. شكرا ليك ودي شكرا مدام فايزه. علاش؟ على خاطر انتم زوز راكم متطوعين، دونك ايمانا منكم باهميه الفقره باش تكونوا موجودين معنا. وهدي على ذمتكم تنجموا تتواصلوا معها اذا كنت تحبوا تقترحوا مواضيع. احنا يظهر لي الاسبوع الجاي نبداو بالتشغيل ان شاء الله. ان شاء الله. موضوع التشغيل هو موضوع يثير برشا نقاط استفهام ويهم اكثر الاشخاص ذوي اعاقه. ان شاء الله نحب جوست كلمه فاتن انه الفقره ذي بالاشخاص ذوي اعاقه وللاشخاص ذوي اعاقه. نحن في اطار انه الاعلام العمومي يحاول انه يقدم بقضايا الاشخاص ذوي اعاقه، واليوم هذه حاجه مهمه برشا انه مرفق عمومي يساهم في انه ثم فئه هشه اليوم تكون موجوده قضاياها في البلاتو تطرحها بالمنظور الحقوقي. شكرا لك. يعطيك الصحه فاتن. نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه. يعطيك مدام فايزه. نتقابلوا ان شاء الله الاسبوع الجاي. شكرا لكم على الحضور. احنا موعدنا لليوم انتهى، وصلنا لنهايته. ان شاء الله غدوه العشاء نتاع الصباح كما العاده برشا فقرات تستناكم. في لمان وشهيه طيبه.